اي اعطينا فكره مش ابو حسان 100 هذه وعم كم انت هذه اكثر من 10 سنوات في بناء ولا في احداثات تكون على الاقل قريبه من 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 الطبيعه وما هي يعني غريبه عليها. استخدمنا كل شيء موجود هنا من الصخر الصخور اللي موجوده هنا ومن الاشجار نفسها يعني ما جبنا اي شيء من برا الا عدا حديقه هنا صغيره فيها بعض الشجيرات اللي هي من شجر الفاكهه حق الشفا الخوف والعنب والرمان والمشمش التوت كل الحاجات هذه اللي موجوده فاكهه طيب. لكن ما حاجه ما سويت شيء بس هذا اللي سويته الباقي كله خليه زميه المحميه حوالي 250 الف متر كل شيء زي ما هو ما حاولت اني اغير فيها ولا شيء حاولت احاول اي احداث مثل ما شفنا بالحجاره احاول انه يكون في نوع من الاقتباس اقتباس من اهل الكثير اللي هنا وهذا اللي صار يعني هم يجوا يزورون هنا وياخذون وياخذوا افكار ويرجعوا يستخدموا الحجر زي ما كان من اول. طبعا انت لما تيجي انت مهندس ولا تيجي انت من اهل البلد وشوف اللي بتسوي يقتنعوا يعتقدوا انه لازم يبنوا بالاسمنت بس لما يشوفوا واحد جاي من برا ويبني بالحجر شايف يصير قدوه ويعملوا فانت تحاول تقود بالامثله وليس بالكلام شايف. فعملت كمان سدود هنا في الاوديه وفي سدود سدود هنا وحفر كبيره حفرناها لتوفير المويه وحقه السيول لما تنتقل عند الحفره من الحفره تجلس حوالي سنه سنتين شايف وتنفع الابيار الابار اللي هنا والابار اللي تحت في الاوديه اللي تحت. فالهدف منها محميه يعني انا اول ما جيت من هنا المحل هذا ما فيه لا طير ولا حيوان ولا شيء ذبحوها الصيد الجائر. طبعا لما قفلتها وشبكتها كل الحيوانات رجعت. طبعا عندي كاميرات مثبتها بالاشجار سجلت الطبع والثعالب والضباع والحصانية والنيص كل الحيوانات اللي كانت مركبه رجعت. في غير هنا اسمه العجامي هذا يجي في اسمه العجامي اوريك صوره يجي في ابريل ويروح في سبتمبر هجرنا سنين ما عاد يجي. لما شاف قفلت المحمية هذه رجع بالساعة أبريل هو عندي هنا سبتمبر يرجع فرجعت الحيوانات رجعت الطيور رجعت الأشجار زي ما هي. في الجبال هذه عملنا زي مساقي للموية نحط فيها موية للطير والحيوان حاجة هذه القصد منه بس إن كل شيء يبقى زي ما هو شايف. إن الأشجار هذه إذا راحت ما تبقى للصفور من بيجيك فيها جمال البلد الديرة هذه وجمال الجبال هذه أشجارها. الأشجار اللي موجودة هنا الحقيقة معظمها 80-90% العتم. العتم هو الزيتون البري ودحين أوريك إنه مثمر هنا يطلع زيتون بري ولا يبغى سقيا على المطر يعني هذا لو يهتم فيه ويعمل له تعقيم ولا توليد من الزيتون هذا عندك ثروه شو اسمه زراعيه يعني لا يستهان بها. فهذا اكثر ما عندك الطاقه الشمسيه مستخدمه. نعم عندي الطاقه الشمسيه هذه حساسه يعني حساسه والمسجد نفس الشيء شايف. فالهدف هو التنميه المستدامه. انا جيت هنا جلست بركي 5 سنين ما سويت ولا شيء عشان اشوف الارض ايش تقدر تتحمل زراعه ما تتحمل زراعه المويه قديش المخزون اللي موجود في المويه قديش يعني بعض الناس يجي يشتري الارض ويقعد يحفر ويدفن ويجيب المزار ويجيب زراعه وكل شيء ويجد اول شيء لازم على الاقل 5-6 سنين عشان نشوف الارض. هذا الهدف منك ايوه تشوف الارض قديش انت تحمل زراعه ما تحمل زراعه في مويه ما تتخذ قراراتك. انا ما هدفي زراعه ولا اني مزارع ولا احب الزراعه انا هدفي المحافظه على الموجود بس من اشجار طبيعيه ومن الطبيعه اللي موجوده من هنا من حيوان ومن يعني في مثال يعني مره جاني واحد من الكبار السن هنا جلس معي قهوه قال يعني نسولف فقال لي يا ولدي شفت تحت المسجد هنا كنا نجلس المويه تمشي باستمرار والله ما تقدر تسمع اللي جنبك من خرير المياه انقطع عنا المطر وقبل. فبعدين فكر شوي قال يا ولدي المطر هذا والخير الله ينزل مقزة قسم للشجر قسم للبشر وقسم للحيوان والطير. قطعنا الشجر وراح قسمه قتلنا الحيوان والطير وهذا وراح قسمه ما بقي الا احنا المفسدين في الارض من باب اولى قسمنا راح شايف. فشوف حكمه يعني العبت في الموجودات من حيوان ومن نبات وهذا مضر
وأثار يعني يعني كارثية على 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 البلد وعلى على. فتفضل بسم الله. أنا حتى لما بنيت بالطوب هذا غيرت اللون حق الطوب هذا. هي. أنا طبعا أخذته من حقين الطوب الأحمر اللي في مكة. إيه. ودفعت لهم فلوس يرجعوا مرة ثانية في الفرن يشوفوا على زيادة. هي. لين حصلت على اللون اللي قارب اللون الطبيعي. طبيعة الأرض. عشان ما يجي مشاكل. الدرجات زي نسجل عليها النغاري. ايش هو؟ نسجل عليها النغاري. نسجل اغاني. ما ادري هذه وسيله جذب او نفر؟ نفر. واحد قال لي صوت لا انعكاس انعكاس اللمعة هذه يطير الطيور. ولقيتها من خريانة عليها ما. الأشجار هذه نوركم هي اللي هي هنا عندنا هي الأثب. ها؟ شجر الأثب أو القشطة. هو نوع من أنواع شجر التين وهو الجميز. أيوة. هذا يحب يعني ينمو بين الصخور. ها؟ لو تيجي تطالع كيف يلف. فأنا كل محل فيه شجرة جميزة سويت تحتها جلسة لأنها أيوة. أولادي سووا هنا قبل كم سنة جلسة وسووا سموها شو اسمه ستاربكس. أيوة. قهوة مقهى. ستاربكس طايف فيها. أيوة. ترى الحين الآن لو دققوا معايا صعب نشوف العجام تنام هنا في الليل في الشجر هذا. ايش العجام؟ العجام الطير هذا. ايوه ايش فيها يوريك صوره قد الحمامه هو. اوه كبير كبير. الجميزه يغني على الصفوف. شايف؟ في واحده هناك مسوي لنا جلبه جلسه الحين نجي نتقهوى نشرب الشاي تحتها. ايه اللي جلسنا فيها مره. ايه غدينا. هذه جميز بين الصفوف اللي هم هنا يسمونها الأثب ويسمونها الأثب ويسمونها القشط. ها؟ تعال شوف هنا. كله شاب عمر شوف بين الصخور طالع. هذه شجرة الجميز يقول لك تطلع الأثب بين الشجر بين الصخور. شكل ابو حسان ادعس كمية ورق ما شاء الله. ها؟ كمية ورق. ايوه هذا تطلع. العتم. إيه؟ هي الزيتون البري. إيه؟ وهذه الزيتون. شوف هذه ثمرة الزيتون. إيه؟ هذه ثمرة هذا ثمرة الزيتون. هي دوم دوم طالع يطلع زيتون أسود. شايف؟ إيه؟ وبعدين
لما ينتهي الموسم ما نلقطه، نلقى المنطقة هذه كلها سوداء زيت. من هنا. من تحت الشجرة هذه، تحت الشجرات هذه كلها. فهذه لو تتلقح بزيتون طبيعي، يرجع زيتون، وميزتها إنك ما تسقيها. خلاص سبحان الله. هذا المكان انا في المتوسط الثانويه كنت اجي مع صديق لي ما كان يدرب، كنا نوقف قبل حوالي 10 كيلو ونجي نمشي فترسخ في ذهنك هذا المكان، نروح ونشرب محل ولا نحسبه هنا داسين هذا بالسكور يعني شاي ونخليه وبعدين جينا وقعدنا وسوينا الغداء انا وياك. كم المساحه اللي اخذتها يا شريف؟ 250. اللهم صل على النبي. شايف؟ ففي الاخير اقنعتهم اني ما فكرت تسووا شلالات؟ استعداد شيء لا اقصد مساقط البطاريه في حول كيف تجيك امطار قويه هنا؟ اقصد كيف تقدر تستفيد منها؟ هناك انحاب مصايد للامطار. حشام الهوى سهل وعيش خاليا وعيش خاليا فالحب راحة نصحتك علما نصحتك علما بالهوى والذي أرى فاصنع في نفسك ما نصحتك علما بالهوى والذي أرى فاصنع بنفسك ما أول مرة تجي شاء هذا الخبث حق الحديد كان يجيب الصخور من الجبال هذه يجمعوها من الجبال الحولنا
ويشبوا عليها لين يطلعوا منها الحديد ويسووا قوالب في الطين، الفاس والسكين والمدري كل الحاجات هذه يصبوها ويسووا حديد يسووا كل الأدوات حقتها من هذه. وهذه بقايا موجودة عندي في الموقع، بقايا الفرن اللي كانوا أهل البلد أديها زمان في غابرة زمان، وهذه بقايا الخبر حق الحديد اللي موجود فيه. أنا كنت أتوقع أن فحم حجري، يعني فحم صخري خبت حق الحديد بعد ما يسهر الحديد اللي يطلع منه يسمى الخبت. ها؟ هذه الصخور من الشجر، من الشجر حقت المعصوب. إحنا نسوي على عصير، يسوون فيها الخبز، يسوون فيها الأكل، يفرغوا فيها. طبعا تيجي احجام من السرير من القبيلة، ايش اللي انا حق الخروف هذا من عندي بدون طبعا كنت جمعته هنا. ما شاء الله هذه بعد ما ما بنينا جبت أنا الطريقة القديمة، الطين وخبزناه وعجناه وخمرناه وضبطناه، بعدين يسمونه ممالجة، مالجناه وجبنا النورة وبيادينا سويناها بالطريقة القديمة. ممكن يكون مموج باليد هذا كله نورة ورخام. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ادخل يا ابو احمد. شبلان ما شاء الله اديب اديب وبدي شيل حق الرياض وعش خاليا فالحب راحته.